أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية التحول الرقمي الجاري في جميع القطاعات تقريبا، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات الأخرى. جاء ذلك خلال لقائه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستعراض أوجه التعاون المشتركة مع الوزارات المختلفة في مجال التحول الرقمي.